أشياء غريبة لن تجدها إلا في الهند، منها إصدار هوية للأبقار. منها إصدار هوية للأبقار. محقق ما قبل الزواج. توظف بعض العائلات في الهند محققاً ليقوم بالكشف عن أسرار الأزواج قبل الزواج، وكشف إن كانت لديهم عادات سيئة أم لا. 6 فصول في العام. تبعاً للتقويم الهندي، فإن هناك 6 فصول في العام الواحد، 4 التقليدية بالإضافة إلى موسم الرياح وما بعد الشتاء، وهكذا فهي 6 مواسم. إن كنت ترغب في زيارة الهند في فصل تكثر به الاحتفالات فهو فصل ما بعد الشتاء. إيماءات الموافقة الغريبة. من المعروف في حالة الموافقة على شيء أن تقوم بتحريك رأسك من أعلى إلى أسفل والعكس، أما الهنود فإنهم على عكس ذلك، يقومون بتحريك رؤوسهم من اليمين إلى اليسار، وهم مشهورون بتلك الإيماءة لدرجة أنهم أطلقوا عليها اسم إيماءة الرأس، ويمكن ترجمتها إلى العديد من المصطلحات، من مثل أنا أتفهم الأمر جيدا وأنا موافق، أو حتى شكرا لك. في جميع الحالات إنها حركة إيجابية جدا في الهند. التلوث الكارثي في المدن الكبرى وبالأخص في العاصمة، فمعنى أن تقضي يوما واحدا في دلها يساوي تدخينك ل50 سيجارة لمرة واحدة. بدأت الحكومة مؤخرا في اتخاذ بعض الإجراءات للتقليل من ذلك التلوث الضار. جميع أديان العالم. يجتمع في هذا البلد معظم الديانات سواء السماوية أو غيرها، فتجد المسلمين والمسيحيين والهندوس والماجوس وغيرها من الأديان الأخرى، وتقريبا كل الديانات التي عرفتها البشرية. أكبر عائلة في العالم. يسكن في الهند أكبر عائلة متتابعة في النسل في العالم. الأب يسمى زونا شينا، متزوج من 39 امرأة، ولديه 94 ابن، وإلى الآن لديه 40 حفيد. يعيشون جميعا في بيت واحد مكون من 100 غرفة، ووجبة الغداء الاعتيادية لهذه العائلة تتكون من 30 دجاجة و66 كيلو من البطاطس وما يقرب من 110 كيلو من الأرز. يقول الزوج أن جميع زوجاته طلبن الزواج منه وهو لم يستطع الرفض، واستمر في القبول إلى أن وصل لهذه الدرجة. ثاني أكبر دولة تتحدث الإنجليزية في العالم. تقع الهند في المرتبة الثانية بعد المملكة المتحدة في عدد متحدثي اللغة الإنجليزية، حيث يبلغ عدد متحدثيها 125 مليون شخص. هذا الرقم هو فقط 10% فقط من سكانها. يتقاضى رجال الشرطة مالاً إضافياً في حالة امتلاكهم لشوارب أكبر، فهم يرون أن الرجال ذوي الشوارب يبدون أكثر جدية وهيبة من الآخرين. بطاقات هوية للأبقار. قامت الحكومة الهندية بهذا الإجراء لأن البقر يتم تهريبه من الهند إلى بنغلاديش، وقد أنفقت ما يقرب من 7 ملايين دولار لإعطاء الأبقار بطاقات هوية. الإكثار من الفلفل الحار. حوالي 75% من الفلفل الحار في العالم يتم إنتاجه في الهند، وهي بذلك تتصدر هذا المجال بدون منازع. تصدر الهند حوالي 180 نوعا من الفلفل الحار إلى ما يقرب من 160 دولة، بعض منها تستخدم لصنع الأسلحة. زواج واحد من بين كل 100 حالة زواج ينتهي بالطلاق في الهند، والسبب في ذلك هو أن الشعب يعترف للزواج بكونه علاقة دينية وولاية رسمية قانونية كما هو في بلاد الغرب، كما أن الأزواج بطلاقهم يؤثرون على العائلة ككل، وهذا لا يحدث في الهند بسبب قوة الترابط الأسري. مساعد الحب. تنتشر هذه الظاهرة في الهند كثيرا، حيث يتطوع الكثير من الأشخاص لتوفير الملجأ والطعام، ومن الممكن القيام بالعمل للأزواج الذين تتعرض علاقتهم للخطر بسبب نقص الموارد. لا أبواب ولا نوافذ. في إحدى المناطق في الهند لا توجد أبواب على المحال أو المنازل أو حتى المصرف الموجود في تلك المنطقة. المشروبات الغازية هي المبيدات الحشرية. بالرغم من أن العلماء أثبتوا أن نسبة الكربوهيدرات الموجودة في تلك المشروبات والسكريات أيضا تساعد على قتل العديد من البكتيريا وتساعد على تغذية النباتات. حلي النساء. وحدهن نساء الهند يمتلكن 11% من الذهب الموجود في العالم. بنظرة من الجانب الآخر هذا يساوي المخزون الأمريكي والألماني والسويسري من الذهب، وبذلك فإنهن يمتلكن 18,000 طن من الذهب، وللعلم فهن لا يستغنين عنه حتى في أسوأ المواقف. تتواجد القروض بكثرة في مناطق كثيرة في الهند،
ولكن الغريب تصرف الحكومة تجاه تلك الظاهرة، والتي قامت بتدريب العديد من القرود على اصطحاب القرود الأخرى التي تهاجم المدن وأخذها إلى الغابة. جزيرة السنتينال. بعد الصراعات التي قامت على تلك الجزيرة، صدرت بعض القوانين الغريبة، منها منع أي شخص من الدخول إليها والقتل الفوري في حالة الاقتراب منها. كانت هذه مجموعة من أغرب الأشياء التي لن تراها ولن تجدها إلا في الهند. أخبرنا في التعليقات إن كان الموضوع قد نال على إعجابك، فربما نحضر لجزء ثاني منه إذا وجدنا أنه نال على إعجاب الكثيرين.